حناخد فقرة جدا جميلة وكتير فيها من البساطة والتقلة، مصنوعة من القش وكتير من القصص يلي ممكن تخطر على بال أي شخص، وممكن هي بحد ذاتها تكون إبداع لحتى الواحد يقدر يصنع من هاي الأمور أشياء تقيلة وبسيطة بنفس الوقت، بنقدر نزين فيها المنزل وبنقدر كمان نزين فيها الأماكن الأثرية والسياحية. أكيد عفاف عم نحكي عن ضيفتنا اللي هي تميزت بالأعمال اليدوية وبالأخص بالقش وقدرت أنه هي تترك بصمة مميزة بهي الأعمال. طبعا أشكال متعددة ممكن تتواجد بقلب البيت، ممكن تكون ديكور منزلي مثل ما بيقولوا. هذا المشروع رح نتعرف عليه أكثر أكيد إمتى بلشت فيه وكتير تفاصيل. خلينا بالبداية رحب بضيفتنا السيدة رشا محفوظ صاحبة المشروع. أهلا وسهلا فيكي وسعد صباحي. أهلا فيكم يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني كان ختامها مسك اليوم مع حضرتك، وهي الجمال والأناقة اليومية اللي عم نشوفها أكيد عم تاخد كتير من وقتك وجهد وتعب. خلينا بالأول هيك نعرف شو اللي خلاك تتجهي للقش حصرا، ويعني شيء ممكن ما يخطر ببال حدا أنه ممكن من القش نحنا نعمل كل هذا الشيء. هو والله أنا بلشت كهواية، أنا كتير بحب القش من زمان، يعني وقت كنت أشتري أغراض لبيتي كنت دائما أدور على القطع اللي فيها قش. فوقت تركت شغلي بعد شغل 13 سنة بالقطاع المصرفي قعدت أشوف شو بحب شغلات وهوايات مارسها بالبيت، فلقيت أنه هذا أكتر شيء أنا بحبه، بلشت أعمل قطع لبيتي صغيرة وبلش الموضوع يتطور، ولما شفت اهتمام من المحيط اللي حوالي بهذا الشيء وطلب عليه طورت الشغل أكتر وأكتر. طب خلينا نتعرف شوي منك عن بداية يمكن القطع اللي اشتغلتي فيها. نحن شايفين كتير شغلات، إن كان لمبادرات، شيء مثل ما بيقولوا لعلب المحارم وغيرها كتير شغلات. خلينا نبلش، شو أول شيء بلشتي فيه؟ أنه أول قطعة كيف بلشت الأفكار تيجي؟ هلا أول شيء أنا بلشت كان عندي حب كبير لقصص إعادة التدوير، فبلشت من شغلات بسيطة بالبيت، لبسها قش، لبسها خيش، هيك بس إنه أنا أشوفها شلون بدها تطلع، أقدر أستفيد منها بالبيت، أعمل منظمات لبيتي، فكانت القطعة اللي قدام حضرتك من أوائل تقريبا القطعة اللي بلشت أعمل بها يعني بهذا المبدأ، بس ما كانت بهالتقاني أكيد ولا كانت بهالفينيشينج، لأنه مع الوقت الواحد كتير بتتغير طريقة شغله. هي ممكن فينا نقول ممكن علبة عادية تلفي حواليها القش للأشخاص اللي بيكونوا عم يتعلموا الأول تماما مرة. للمبتدئين ممكن أي شيء علبة كرتون مثلا ويبلشوا يلزقوا عليها صحيح. التفاصيل صحيح. وأنا بس مع الوقت صرت أنا أعمل القوالب وأتحكم فيها وبمقاساتها، لأنه على هو الطلبات صرت أمشي، فلهيك ما عاد قدرت أتقيد بالشغلات تبعت إعادة التدوير، صرت أنا أعمل القالب وأشتغل عليه. في شيء قوالبه بتكون كرتون قوي، وفي شيء قوالبه بتكون حديد، بعدين دخلت أنا بمجال أني قوية أكثر ودعمها بالحديد. يعني اليوم انت اخترتي القش لحتى هيك يذكرنا بالبساطة القروية، وبنفس الوقت في تقل مبين بالشغل، يعني مو بس بساطة قروية، في تقل وفي تعب واضح كتير على القطع يلي جايبتيها معك حضرتك. اليوم خلينا هيك نتعرف اكتر على هدول الاشغال وكيف قدرتي تحققي هذا التوازن بين البساطة والتقل بنفس الوقت. تمام، هو مثل ما قلتي حضرتك القش له سحره الخاص، يعني بيعطي شعور بالراحة، بيعطيكي إحساس كأنك أنت وين ما كنتي كأنك قاعدة بمكان دخله بالطبيعة بحضن الطبيعة تماماً. بيجيكي شعور بالسلام، أنا هيك بحس تماما يعني وقت بشوف شيء من القش بأي مكان. هلأ لآخر أنه كيف بطلع الطابع تبع القطع، بحس أنه كل حدا بيشتغل قش بيعطي قطع وجزء من روحه، يعني بتحسي شغل راشيل مثلا له طابع معين بجوز ما تلاقي عند حدا تاني، مع أنه نحن موادنا بتلاقيها تقريبا بسيطة. واحدة مبدأ الشغل ممكن يكون واحد، بس دائما بتحسي في اختلاف، هي روح الشخص اللي عم يشتغل هي اللي بتعطي هذا الشيء الفرق. يعني أكيد خلينا نحكي شوي عن الشيء اللي بيميز مشروعك. اليوم في كتير يمكن ممكن نشوف أفكار متشابهة بالسوق صحيح. في بعض خليني أقول المحلات بتعمل شيء صناعي بالقش ولكن صناعي صحيح. انت كل شيء مثل ما بيقولوا من A to Z يدوي صحيح كله صحيح. كاملا انت من الفكره للتنفيذ صحيح، من بدايه تصميم الهيكل. شو الشيء اللي اعتمدتي عليه اساسا لحتى يعطي بصمه للمنتج الخاص لك؟ هلا والله انا اشتغلت لحقت شغفي صراحه يعني، وهيك بالتدريج صارت القصه تتطور، صرت لاقي طرق احيانا واجه عقبات وانا عم اعمل بعض القطع انه ما يكون فيها متانه معينه، ما يكون فيها ركوزيه معينه، صرت انا لهيك انا صرت فتت موضوع اني اصمم القوالب واشتغل عليها بطريقه انه حل كل القصص اللي ممكن تطلع، مثلا تكون القطعه جودتها عاليه ومميزه يعني.
اكيد هذا الشيء مع الوقت كثير بيتطور مع الشخص كل ما مارس اكثر هذا الشغل. خلينا نحكي اكثر هيك على تفاعل الناس مع شغلك، شو اكثر الاشياء المطلوبه منك اليوم؟ يعني عم تلاقي مقابل هذا الجهد والتعب اللي انت عم تتعبيه مقابل له هيك يرضيكي نوعا ما؟ عم تلاقي في تفاعل كبير من الناس لسه عم ترغب بالاشي اليوم؟ هلا هو صراحه اول ما بلشت كان اللي عم يحركني هو الشغف بس وهوايه، بعدين لما لمست اهتمام صراحه هو كان صار الدافع على شغلي، لانه مع الوقت الشغف بيخف لانه بتلاقي في تعب كثير لتطلع القطعه، فاذا ما شفتي اهتمام واقبال على القطعه اللي عم تشتغليها ما بيكون عندك الدافع للاستمراريه. فضليت انا يعني عم شوف الناس شو بتحب، يعني خصوصي بعد ما بلشت شارك بالبازارات صرت على احتكاك مباشر مع الزباين، فصرت اعرف انه هن شو بيحبوا، شو الشغلات اللي بتلزمهم. احيانا هن الزبونه ما بتقلك انه بدي قطعه معينه، بتقلك عندي مشكله بالبيت، غرض معين ما عم اعرف شلون بدي رتبه، بقى بصير انا وياها بنتعاون لنلاقي فكره انا نظم لها اغراضها بطريقه تطلع مرتبه. فهو هذا كان المحرك الدافع لإلي لاستمر، اهتمام الناس صراحه. دائما القش برغم انه هو بسيط وممكن الكل بيفكر انه نحن الشغلات هي القش بنلاقيها عند بيت ستنا بيت الضيعه، ولكن صحيح. قدر يعني انا مثل ما انا شايفه من الشيء اللي انت عملتيه والتصاميم قدرتي ترفعي هذا المستوى، تعطيه نوع جديد من الحداثه، خصوصا الطريقه الهندسيه اللي انت بتعملي فيها. يعني اذا واضح معك الشكل اللي هون ما عاد الشكل التقليدي الطبيعي اللي بشوفه. قديش بتاخذي وقت لتصممي التصميم نفسه؟ يعني ممكن علبة محارم الكل يعملها بس انت عملتيها بطريقه معينه. صحيح، هي صراحه مع الوقت يعني انا بلشت بقطع كثير بسيطه مثل ما خبرتك، وصار يواجهني مشاكل بطريقه القطعه وقالبها وكيف الزبونه بدها تستخدمها وكيف بدها تكون عمليه. طبعا انا بعتبر حالي زبونه لشغلي، بجربهم للقطع عندي بالبيت، وبصير مع الوقت بلاقي طرق معينه بحيث انه تخدم هي القطعه الشخص اللي بده ياخذها. يعني هي مو بس انا يعني بحاول قد ما فيني بشغل القش طلعه من قصه انه يكون في يعني يكون في انه هو مجرد ديكور بالبيت، لا بحب انه يكون هو شيء مفيد بالبيت بالاضافه لشكله الحلو. يعني مثل هيك قطعه يعني كثير بتاخذ وقت صراحه، بس هي اخر شيء بتطلع النتيجه عن جد بس يشوفها الواحد بيقول معلش التعب ومعلش الوقت. شايفين قالب انت عامله قالب وعم تشتغلي عليه؟ تمام، في ناس اختصاصيين بتعمل هي القوالب الكبيره، هالقوالب الصغيره انا بعملها، بس القوالب الكبيره بستعين بحدا يساعدني فيها لانه بدها ورش وادوات وهيك، وبعدين انا بشتغل فوقها بهي الطريقه. كأنه عم نشوف كمان انه هون طالع عن مود القش بهي الشيء اللي عم تشتغلي. عم تفكري لمشروع جديد ولا عم تفكري تعملي شيء ثاني بجانب القش؟ هلا انا الاساسي هو القش عندي، بس في ناس بتحب الالوان والقش عندنا بالبلد ما بتلاقي منه الوان. هلا برا ممكن تلاقي قش مصبوغ، ممكن تلاقي الوان، فانا اضطريت اطلع عن القش للون لارضي الاذواق اللي بتحب فعلا الالوان بالبيت، وصراحه لقيت الناس حبتهم كمان. يعني في ناس ما بتحب القش، يعني خلينا نكون واقعيين، نحن بنحبه وهيك انه في له ناس بتحبه، بس في ناس صراحه لا بتفضل يكون شيء لون يلبق مع ديكورات بيتها. بجوز ما عندها قش بالبيت، تقول لك انا ما بدي اجيب قطعه قش حطها بالبيت عندي اذا ما كان في كورنر خاص للقش عملته هي. صحيح. بالبيت الزبونه. طيب خلينا كمان مانديلا، مو مانديلا اسمه، اسمه دريم كاتشر. دريم كاتشر، خلينا من عندك عفاف اذا فينا نشوفها كمان. هي طلعت موضه كثير هي الفتره. صحيح. انت عامله شكلين، شكل قش وشكل عادي ما؟ ايه تمام. هلا هي التحتانيه هي قش بس لانه معلقه فيها يمكن منيح، اجي خليها مع الاهل، لا تفكيها، طلع الموديلين واضحين بشكل واضح. هي القش مشان نشوفها. آه هيك فكت لحالها. هي القش على نفس مبدا القش اللي انا بشتغله. عملت دريم كاتشر بطابع راشيل، يعني انه هي مو هيك الدريم كاتشر الاساسيه، بس انا عملتها بطابع شيء يلبق مع شغلي، شيء خاص تماما. وللمحبي الالوان اكيد فتنا بخيط القطن، فينا نعمل اللون اللي بدنا اياه مشان ترضي كل الاذواق. البنوتات كثير عم يحبوا الالوان، بتعرفي الزهر وهدول القصص تلبق مع غرفتهم تكون مميزه. رشا اليوم عم تحاولي انت تعملي بصمه خاصه لك من خلال شغلك، واضح كثير انه ما في حدا تاني ممكن يعمل نفس الافكار يلي عم تخطر لك. كثير من التميز موجود بالقطع يلي عم نشوفها اليوم. اليوم قد ايه القطعه بتاخذ منك وقت؟ يعني اكثر قطعه ممكن تعبك قد ايه تاخذ وقت منك؟
والله هلا القطع على هوا حجمها على هوا طريقه شغلها ممكن تلاقي قطعه صغيره تاخذ وقت اكثر من قطعه كبيره. طريقه الشغل في كذا طريقه للشغل للقش، طريقه الشغل هي اللي بتلعب دور بالوقت، بس بالمجمل شغل القش كله بده وقت، وما حدا بيقدر يقدر الوقت الفعلي اللي هو بتستغرقه القطعه غير لبين ما الشخص يشتغل بايده. يعني ممكن اللي بيشوف ما يتخيل انه هي القطعه اكلت هالقد وقت، كلهم بياكلوا اوقات بالساعات، في منهم يوم كامل قطعه بتقعد بين ايدينا لنخلصها. تمام. طيب خلينا نشوف كمان من عندك عفاف لو سمحتي، هدول اللي هن ابسط شيء والطف شيء الكل بيحبهم، لهدول بينحطوا مثل ما بيقولوا مفارش يعني الكاميرا علي. فينا نستخدمهم ككوسترز نحطهم تحت السخن للناس اللي بتحب تستخدم الشغلات بطريقه عمليه، وفي ناس بتحب تحط عليهم باز، في ناس بتحب تعمل حجم كبير وتحطه على طاوله مثلا بالبيت يعطي ديزاين حلو، في منه كروشيه شغل كروشيه وفي منه مكرميه طريقه الشغل تبعيتهم. كثير عم محبوبين هدول يعني كثير لهم سوق الكوسترز. هلا كثير الناس عم ترغب لهم. خلينا ننتقل هيك لجانب مظلم خلينا نقول بهي الموهبه اللي عندك اللي هو تامين هي الماده، اليوم عم تامنيها بسهوله ولا بصعوبه ولا في كمان صعوبات عم تواجهيها؟ هلا نحن القش الموجود عندنا بالبلد كثير انواع قليله موجوده متوفره، طبعا انا يعني الديزاينات اللي بشوفها احيانا بالمواقع اللي بتهتم بالديكور وهيك بحاول اني اعمل شيء قريب عليها بس بالمواد المتوفره، لانه يعني انا بالاخير محكومه بهي الماده اللي موجوده عندي بالسوق، فبدي احاول قدر الامكان عالجها، احاول حليها، ممكن ما تكون جودتها عاليه بس انا اضطر اني مرقها بمراحل لتطلع جودتها عاليه خلال الشغل وتعطي منظر حلو، بدنا يعني هذا الموجود. عم تعملي اعاده تهيئه يعني لكل تماما الشيء. تماما ايه، يعني في مواد بتكون عن جد جودتها ما منيحه بضطر اشتغل عليها ونظفها كثير للقطعه لتطلع شوي حلوه يعني. طيب خلينا نحكي شوي عن التسويق، اليوم اغلب الاعمال اليدويه صارت تعتمد على البازارات او السوشيال ميديا. صحيح. لوسيله لحتى الناس تعرف اكثر عن المنتج تبعهم، قد ايه بتتعبي على هذا الشيء وخصوصا اليوم في ناس لهلا برغم من انه هي وسيله كثير مفيده بس في ناس بتشكك بتقول لك ممكن الصوره تكون غير الواقع. صحيح. خلينا نحكي عن هذا المجال شوي، مجال التسويق الخاص فيك. صحيح. هلا انا اول ما بلشت كنت بس اونلاين اشتغل، في مشكله مثل ما قلتي انه الزباين بتخاف تكون قطع على الواقع غير ما هي، او احيانا ما بتصدق بتقول معقول هي بهالجمال ولا لعبانين، بضلوا بيسالوني انه هذا انت شغلك ولا من برا جاي الشغل ولا من الصين ولا كذا. فهي القصه انا بالبازار انقذني فيها صراحه، انه تعالوا شوفوا بالبازار القطع على الواقع، وانا دائما بحط خيار حتى للناس اللي بتشتري عندي اونلاين اول مره بيكونوا مو شايفين شغلي قبل مره وكذا، انه فيكي ترجعي يعني انا ما عندي مشكله، انا بالعكس انا شفتيها مثل ما انت بدك تماما يعني انا اصلا ما بحب تروح قطعه شغلي عن جد، انا هي شغله يمكن ما انا صحيحه كثير، ما بحب تروح قطعه شغلي لعند حدا مو حاببها، يعني لو انه حسيت الزبونه مونونه الا لا تاخذيها لا تقتنعي فيها 100%، لانه انا كثير تعبانه عليهم وكثير بحبهم وبزعل لما بيروحوا لانه هن لازم يروحوا، بس بحب يروحوا لعند حدا يعطيني فيهم ويحبهم ويخدموه، يعني انا كثير بتهمني قصه انه انا يكون القش اللي عم اشتغله يخدم الناس ببيوتها مو بس شكل وديكورات، لانه خلينا نكون عمليين شوي، يعني مو كل الناس عندها القدره تشتري ديزاينات رفاهيه انه يشتروا هلا شيء، بالعكس انا شايفه كليات شغلات ممكن تستخدم بقلب البيت، يعني هذا كثير هدف اساسي عندي انه تكون القطع اللي عم اعملها تخدم وتكون عمليه بالبيت وتساعد وتكون متينه بالقدر اللازم اللي هي لازم تكون فيه. عم لفتت نظري هي المرايه اللي عملتيها، خلينا نشوفها ونحكي عنها شوي. فضل. يعني شيء كثير مميز بصراحه، كيف عملتيها وكيف يعني من وين جبتي هيك فكره انه مرايه تزبط معك بهذا الشكل كثير حلو؟ هلا انا كثير في افكار بجيبها من المواقع اللي بتهتم بالديكور وبحاول انا اعمل بصمتي الخاصه عليها. هي القطعه يعني من ورا فيها خشب كثير متينه، من المرايه جودتها عاليه، طريقه صف الحبال متينه وبتحسيها بسيطه وعطت حركه للمرايه العاديه اللي نحن متعودين هي عليها. شو؟ هلا هي تريا تريا اي تمام تتعلق بالسقف وممكن نعمل منها لمبادير يكون ارتفاعه، يعني ممكن يكون عندنا ضوء نحن بالبيت او شيء نعمل له هذا الشكل تماما، يعني تتعلق بالسقف وممكن نعملها على مبدا نحط لها قاعده تصير على مبدا اللمبادير الصغير. يعني اشكال كثير متعدده وجميله، ونتمنى هيك نكون قدرنا نضوي شوي اليوم على احد المشاريع المهمه. قبل ما نختم بدي هيك رساله منك اليوم لكل سيده، انت قلتي كنت عم تشتغلي
بقطاع آخر تماماً. صحيح. وهي مجرد موهبة. قديه مهم اليوم السيدة دائماً تلاقي لها مساحة ومكان تحقق فيه ذاتها، وأحياناً ممكن يكون شيء ينتج لها عائد مادي. صحيح. هلا هي الوظائف حلوه كثير وبتعمل دخل، يعني قد يكون بحسس نوع من الامان والاستقرار للسيده وللرجل للكل، بس كمان انك تلحقي شغفك شيء بيعطيكي غنى داخلي. يعني لو ما عملتي بزنس انه بلشوا بشوي الواحد يعرف شو بيحب. هلا انا صراحه ما عرفت شو بحب لتركت الشغل لانه ما كان في وقت، فبنصح الكل ياخذ وقته الخاص انه يعرف هو شو بيحب فعلا، واذا قدر يحوله لبزنس بيكون ممتاز، ما قدر يحوله لبزنس بضل هوايه حلوه كثير وبيستمتع فيها وبتعبي له وقته الحلو. يعني مشكلة مجهولة حكيتي عنها عند كل الأشخاص اليوم، إنهم يلاقوا شغفهم بمكان ما، بيكونوا هنا بحد ذاتهم بالمكان اللي مانو مناسب لإلهم، وبالتالي أكيد بينسبوا على حالهم هنا شو بيحبوا وبيشتغلوا على هذا الشيء. نشكر حضورك معنا ولهي الإطلالة الحلوة اللي أضفتي على صباحنا. شكرا لك، حليتوا صباحي. شكرا كمان أنت اللي حليتي صباحنا، وأكيد نتمنى لك التوفيق. ومثل ما قلتي هي القطعة الحلوة هي جزء منك، نفس الشيء اللي بده يشتري اي قطعه من رشا راح يحس بروحها الحلوه اللي دخلتها بكل قطعه. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه.